يما وان قران قران مجيد دوك شرح بو جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشر كنت منوس يم جماعتك سبوتا مولانا انور شبياني سري قلو رحمة الله ابن چو قران حكم فرماوان طريقا مصطفى هوان قرن كا كيا قرن كا كيا كتاب الله رسول الله ينتاون چتم گمرا كتاب الله رسول الله شرح بر مؤمن والله كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بچه نار دیوان بچه نار دیوان شریعت طریقت بہ حقیقت معرفت کنتھ اچرن نشیون والبشناوات معرفة حقيقة طريقة مولي سبتك عشر قسمع دبل شريعتي طريقة بو حقيقة معرفة كنتو يهي چه وحدت چه درجا كتاب الله رسول الله صلى الله عليه اللهم اقبال انتمون دنيا مز نيران ليان ابن هي فقط ها فقط توحيد سنت امن الله كاتري لڑائی بغیر جگڑ بغیر فتن بغیر فساد بغیر حکم کفر دین بغیر ایک سکل کے سزم کرن بغیر علامہ اقبال استگو اقتدام یہ کر ابن هي فقط توحيد سنت امن راحت کا طریق فتنے جنگ جدل تکلیف سے پیدا نہ کر میرنا چھوڑنا ہم سنینا میرے مسئلہ ہم سن مسئلہ ہم سن مسئلہ میرے طریق ہم سن طریق ہم سن طریق کل طریق مسدود الا طریق مہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پوچھا جائے گا من نبی اگر کیا مذہبدار فلے وہ مذہبدار فلے وہ مذہبدار فلے داتا ونچسیون ما هذا الرجل انه بعث فيكم ون صاحب اسم طلق يفتق السيفنا زانهل عالم گنجك مسلمان است بيروحك مسلمان است جنبارك مسلمان است اتكوتك مسلمان استم مرهانك مسلمان استم استخرابك مسلمان استم سرمدرك مسلمان استم عرب اجنك مسلمان استم اگر زن متاسم من متاسم تابع دار اساس روب المت فورس تاینی کردار ستم قبر من فرد شعر الزمان هذا الرجل الذي بعث فيكم غين الصاحب اسم طلق يفتق مبعوث فرمان زانهن يمكن فرمان هو رسول الله هو رسول الله يمكن الله تعالى اسم رسول صلى الله عليه وسلم